السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السابق وضعت درس لتصميم أو لبرمجة وتصميم سكريبت بي اتش بي، ولكن ما كملته لظرف حصل لي، الملفات كلها طبعا طارت من عندي. هنا الدرس، هذا هو، لاحظ هذا هو الدرس. فأنت تابع الدرس هذا وكمل معاي هنا بإذن الله. الجزء هذا بنكمل البرمجة، لاحظ لو كتبنا هنا أي شيء، طبعا هنا إيميل، سوينا سند بيرسل، طبعا الخطأ هذا عشان أنا على السيرفر المحلي، وخلص تمام بأبسط طريقة. طبعا هذا هو الكود، أنا بأمسح بس كود البي اتش بي وأبدأ من جديد، طبعا بدون أي تعقيد، ما بسوي أي تعقيد، أبسط طريقة. سوينا ستايل بسيط وكل شيء كان بسيط. نبدأ أول شيء بعد ما سوينا الفورم، نسوي متغيرات للإنبوت، هذا الحقول متغير لكل حقل على حسب البوست، البوست اللي هو الميثود بوست، والنيم هذا هو النيم اللي موجود في كل حقل تمام. المتغير الأول بنسميه نيم يساوي بوست نيم تمام، بوست نيم، هذا المتغير الأول. المتغير الثاني نسميه مثلا ايميل يساوي بوست ميل، انا كتبت هنا ميل. ليش كتبت ميل؟ عشان في الانبوت النام حقه اسمه ميل تمام. اتمنى تكونوا فاهمين معي يعني. طيب المتغير الثالث سبجكت يساوي بوست subject تمام. الأخير message، خصال message يساوي post message، أيضا أخذناها من هنا، وينها message تمام. نغلق الآن، بنعطيه شرط اللي هو إذا ضغط على زر السن فأرسل الرسالة. كيف يرسل الرسالة؟ الحين نقول نعطي الشرط هنا if z تحقق من إن البوست اللي اسمها send، أنا سميتها send، لاحظ هنا اسمها send، تحقق من إن لها قيمة أو تم الضغط عليها، سو الآتي، أنشئ متغير اسمه طبعا أول شيء نعرفكم عن الدالة اسمها ميل تمام. تأخذ ثلاث باراميترات أو أربعة. الباراميتر الأول اللي هو تو، الإيميل اللي تبي تجيك عليه الرسالة، إيميلك يعني. الباراميتر الثاني اللي هو السبجكت، عنوان الرسالة هذه إيش تبي يكون. الباراميتر الثالث اللي هو مسج تمام، المسج. في باراميتر الرابع اللي هو هيدر لكن احنا ما بنستخدمه حاليا تمام، ما بنستخدمه. اللي يبي معلومات عنه ممكن يراجع ويكيبيديا، يراجع اشياء كثيرة، وموقع البي اتش بي نفسه عند في شرح لدالة الهيدر يعني تمام. فاحنا بنسوي اول شيء متغير اسمه نيم، سوري ايميل، او خليه ميل لان فوق عملنا متغير ميل، فخل هذا ايميل، خل هذا ميل، فوق ايميل هنا خله ميل، ما في مشكلة يعني، اي اسم تبيه. طبعا تكتب ايميلك، مثلا اكتب ايميلي انا تمام، هذا ايميلي. المتغير الثاني بيكون السبجكت او عنوان الرسالة، سبجكت ممكن نخليه سبجكت على طول اللي هو العنوان، لان هنا الحقل مثل ما قلنا هنا بيكون، طبعا عندي اخطاء ليش ما هي ظاهرة البليس هولدر، ايوه في خطأ حرف الاي، حرف الاي في البليس هولدر. بليس هولدر مثل ما قلنا في الدرس الماضي انها تكتب لك، تكتب كلام بداخل الحقل يعني. لاحظ insert the name، insert مدري ايش، فمثل ما قلنا السبجكت او العنوان اللي هنا اللي انت كتبته هنا هو اللي بيجيك في هو في المتغير هذا،
فالمتغير هذا فوق انا وضعته للحقل اللي اسمه السبجكت. فممكن تقول مثلا هنا متغير اسمه subject 1 يساوي، وتقول له نقطة هنا تكتب مثلا عنوان الرسالة، عنوان الرسالة مثلا ما ذلك يعني. فأنا بكتب مثلا subject تمام، subject مثلا هكذا تمام. الشيء الثالث اللي هو الرسالة نفسها، الرسالة في متغير اسمها مسج، احنا واضعين الرسالة في متغير اسمها مسج. مثل ايضا ممكن نقول له مثلا الرسالة في متغير اسمها مسج 1 يساوي زائد، الحين نقول لكم شرح يعني. فنقول له هذه الرسالة من، او سوري نقول له الرسالة هي مثلا، نقول له مسج هكذا تمام. هنا قلنا له الميل هذا الايميل، فنضع متغير الميل كوبي نضع بدل تو سبجكت، نضع سبجكت 1 في مكان سبجكت. فهو الان بيروح لما تجيك رسالة بيقول لك سبجكت في العنوان يعني، بيقول لك سبجكت وهنا يضع لك العنوان تمام، وهنا يضع لك العنوان سوري العنوان اللي كاتبه الزائر يعني تمام. المسج 1 اللي هي الرساله يقول لك الرساله، انت ممكن تغير الكلام هذا اللي بداخل الاقواس او علامات التنصيص، زائد المسج، المسج اللي هو الحقل اللي اسمه مسج هنا تمام. الان دالت الميل جاهزه وتقدر ترسل اي رساله، لكن احنا بنقول له ايكو ايكو مثلا دن تمام، دن ذا مسج تم، او مثلا تم الارسال، ما اعرف انجليزي كثير لكن تقريبا كذا صح. ونقول له مثلا سوري في كود شوي بنسخه واجيكم. طيب هذا هو الكود اللي هو يعيد تحميل الصفحه، طبعا كود HTML. بنغير اسم الصفحه يساوي contact us php تمام. بعدها نقول له exit 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 تمام. الان هو بيرسل لنا رسالة وكل شيء تمام، لكن هنا سيرفر محلي فممكن تحصل اخطاء. طبعا ما سوينا شروط، ممكن نسوي شرط اذا مثلا كانت الرسالة اقل من 3 أحرف مثلا، قول له خلي الرسالة أكثر من 3 أحرف وهكذا، بدالة الامبتي مثلا تقول له اف امبتي وهكذا. لكن طبعا عشان ما يطول معي الشرح فبأكتفي بالشيء البسيط أو الفكرة العامة يعني. الآن لو عملنا send بيرسل، وهنا كذا بيقول لنا ذا مسج أو تم إرسال رسالة. ممكن نضع هذه في مثلا h1 ونغلق ال h1. ممكن نأتي في ستايل نقول لا ال H1 هذه color red مثلا، text align center تمام. الآن لو بنشوف من جديد أي شيء send، لاحظ done send h1 المفروض هنا يعطينا ال h1، ما في مشكلة يعني ما بدور على المشكلة الآن h1. اللهم صل على محمد. كذا تمام، لو رفعت الملف هذا في سيرفر استضافة وعدلت ال css بالطريقة اللي تناسبك ورحت ترسل بيرسل لك الرسالة على ايميلك. آخر شيء شرح بسيط، شرح عام يعني، سوينا فورم. الفورم هذا فيه 3 حقول وصندوق نص. لكل حقل اعطيناه نيم، وجينا بعد ما اعطيناها الاسامي، بعد ما اعطينا الحقول اسامي رحنا هنا عرفنا الحقول هذه
بمتغيرات في البي اتش بي، وعملنا شرط اذا ضغط على زر سند اللي هو زر الارسال سوي دل سوي متغير اسمه ميل 1 يساوي ايميلك، وسوي سبجكت 1 يساوي سبجكت يعني عنوان الرسالة وزائد يعني النقطة دي يعني زائد سبجكت، سبجكت من فوق من الحق، وقلنا له مسج اللي هي رسالة من مسج اللي هي مسج 1 مسج هذا وهنا مسج 1. كل الثلاث متغيرات هذه وضعناها في دالة الميل، وبعد ما وضعناها في دالة الميل طبعا باقي متغير مسج ما نسخناه نضعه هنا هكذا. بعد ما سوينا دالة الميل قلنا له ايكو خلاص تم الارسال، واعد تحميل الصفحة واطلع من الالي اكسيت هذه، اطلع من البرنامج بعد اعد تحميل الصفحة. تمام كذا اتمنى اكون افدتكم، طبعا هذه مبسطة جدا، ما ادري اذا بتجدون على الانترنت يعني توضيح اكثر بدالة الميل، وفي ايضا الهيدر ممكن مثل ما قلنا تستخدم باراميتر اخر للدالة هذه اللي هي سوري اللي هو هيدر. تمام ممكن تقول له هيدر، في شيء اسمه هيدر هذا يهتم بالرسالة وين توصل، ممكن تغير مثلا الرسالة وهكذا. هذه اقرأ عنها في موقع بي اتش بي، يعني لو بتروح الى بي اتش بي دوت نت في البحث ممكن تكتب حتى هنا هيدر، هيدر مثلا سيند. لاحظ اعطانا هنا في شرح لدالة الهيدر وين تستخدم. طبعا هذه الهيدر فيها هيدر لوكيشن تحويل الى مثلا صفحة ثانية وهكذا، لكن انا كنت ابي هيدر اخر، ما في مشكلة يعني. هذه هي خلينا نقول هيدر with mail with mail هي نفسها في الهيدر، لكن خلينا نشوف في دالة الميل هنا اعطاك شرح كامل ايضا. لاحظ هذا هو الهيدر، هذا هو الهيدر، ممكن تنسخ كل هذا وتغير فقط في الايميل و يعني الرسالة، يعني الرسالة والمرسل، المرسل والمرسل اليه. تمام اتمنى اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.